ما زال الغضب الشعبي في العراق سيد الموقف بسبب حكم محكمة جناية الكرخ على زوجة الأب عذراء الجنابي التي عذبت ابن زوجها الطفل موسى ولاء حتى فقد حياته بالسجن 15 عاما وأسناد حكمها على المادة 410 التي تندرج تحت مسمى الضرب المفضي إلى الموت والقتل الخطأ. وقيل أن الحكم ليس نهائيا وإنما ستنظر فيه محكمة التمييز. واليوم شهد مجلس القضاء الأعلى تجمعا لعدد من النسوة المدافعات عن حقوق الإنسان في العراق، ورفعنا لافتات طالبنا فيها القضاء ومحكمة التمييز بإعادة النظر في الحكم الصادر بحق زوجة الأب القاتلة، وأكدوا أن اعترافاتها التي تم نشرها مطلع الشهر كانت دليلا على نيتها المبيتة لقتل موسى. للتذكير فقط، شهد العراق الشهر الماضي حادثة مفجعة لموت الطفل موسى ولاء البالغ من العمر 7 سنوات على يد زوجة أبيه عذراء الجنابي التي عذبته حتى الموت. وكان المجتمع العراقي قد اشتعل غضبا بعد الجريمة وأصيب بحالة من الصدمة الكبرى بعد نشر اعترافات القاتلة والشاهد الوحيد على تعذيب الطفل موسى هو شقيقه. دعونا نذكركم ببعض هذه اللقطات. جابت قوطية مال ملح حطتها بعينه، المغادة تحطها بعينه، حطت شوية بعينه، قام يشوف ويفرك بعيونه، قام يحرق. نوبة جابتها وحطتها بحلقه، تعب بحلقه وترجع ورا. قال ماما راح تقيئاني. تقول إذا تقيئت قلت لك واحط لك بعد. تقيئت قال يلا ارجع اكله. يرجع هو ياكله. احنا على ايده سيد، وهاي ايده ذني ترى محتاجات. بشنو؟ حرقت على الطبخ. شلون؟ شالتها هي سيدة قوية. أنا أبويا ما يقدر لها. أبويا ضخم وهاي ما يقدر لها. جابت إيده شالتها وحطتها جحيل على الطبخ، هو قام يصيح. شكو خشبة، شكو عودة، بالبيت كسرت على ظهره. هنا أنا واثنين ورا. شنو ذنب بيش؟ هاي اللي هنا أنا سيدي. ضربته بالسكينة، ذني ثلاثة بالسكينة ضربته. شلون بالسكينة؟ حيل هيك طبر. طبرات الطبر بالسكينة هنا. وهنا أنا نفس ماكو، عيونه صار بيض. قلت له ماما ترى مات. قالت لا كذاب، ده يمثل تضرب بيه. قال يلا قوم قوم ده تمثل. أنا بهاي أثناء كان على رجلي، كان يمي مي ده صحي، أذب علي مي ما أعرف شو أسوي، تخبرت يعني بس أريد أصحي، أريد أقوم. شلون ما أعرف.